قدمت مؤسسة حياة كريمة بخالص التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصرية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وأكدت حياة كريمة ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الجديدة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء وتحقيق طموحات الشعب المصري في حياة كريمة، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون مع الحكومة الجديدة في تنفيذ كافة المشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.